أنه حتي بعد ما يقارب العام الكيان لم يفهم حتي الآن هو ومن خلفه مفهوم الأنفاق، ذا كونسبت، يعني مفهوم الأنفاق، ما معنى النفق وكيف يعمل في سياق المقاومة. وهذا في غزة الصغيرة جدا قليلة المصادر المحاصرة والتي لا يوجد لها في الحقيقة أي منافذ على أي منطقة في العالم. في لبنان نحن أمام مجال أرض مختلفة كليا. أنا لا أتحدث عن أرض بالمعنى الجغرافي، أتحدث عن 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 منطقة جديدة غير مستكشفة. وبالتالي كل ما فشلهم لعام، هناك مئات الطائرات، التقدير أن هناك على الأقل 300 رحلة جوية استخباراتية بريطانية فقط للاستكشاف فوق غزة باستخدام كل التكنولوجيا المتقدمة للبحث عن الأسرى وللبحث عن الأنفاق وعن قيادة المقاومة. طبعا يمكننا أن نتخيل أضعاف ذلك من الجانب الأمريكي، وأضعاف أضعاف ذلك من الجانب الصهيوني أيضا، عدا عن كل القوى الغربية. ولكن بعد عام حتى الآن هم لا يستطيعون فهم مفهوم الأنفاق. وهناك حتى تقدير منذ عام 2006، وطبعا لا يقارن الوضع بأوضاع 2006 في الحقيقة، أن الدراسات العسكرية كانت تشير أنه حتى في حزب الله في عام 2006 لم يكن هناك أي شخص في كل حزب الله لديه أو يعرف خارطة الأنفاق كلها. كانت القضية حسب الحاجة وحسب الضرب. إذا عليهم أن يفكروا، إذا كانت هذه الحالة بعد عام في غزة، الحديث عن 70% أو أكثر من ذلك من الأنفاق لا تزال سليمة، لم يستطيعوا الوصول إلى الأسرى بعد عام في هذه المنطقة الصغيرة جدا، أو الوصول إلى قيادة المقاومة، وحال المقاومة لا يزال جيد. إذا القضية هي فشل في فهم طبيعة المواجهة الدائرة. ولهذا قلت أننا دخلنا مجال غير مستكشف سابقا. هذه ليست فيتنام التي كانت الأنفاق لها معنى معين هو الحماية من بعض التفوق الجوي، ولكن نحن في منطقة مختلفة. ولكن في الحالة اللبنانية لن نتخيل المشهد. نحن أمام حركة مقاومة عربية إسلامية في ثاني أصغر بلد في الوطن العربي، قام بمناورة ذات بعد استراتيجي للرد على مناورة المعسكر الصهيوني والغربي والعربي مجتمعا في الجانب العسكري، في الجانب السياسي، في الجانب التفاوضي، في الجانب النفسي وفي الجانب الثقافي. منذ البداية كنا نرى أن هناك رد ورد كان هناك رد مضاد للمقاومة تحديدا في لبنان لكل مناورة للمحور المضاد. وبالتالي وكأن هناك تأكيد أن هناك استعداد لكل سيناريو وجاهزية للرد على كل سيناريو مفترض من الطرف الآخر. لنعود إلى الأنفاق لحظة واحدة فقط. في أعقاب حرب تموز، مباشرة بعد نهاية حرب تموز، عبر أحد مراقبي الأمم المتحدة حين رأى الأنفاق على حدود فلسطين عن ذهوله في الحقيقة من تعقيد وتحصين أحد شبكات الأنفاق، وهي كانت واحدة كشفت عنها المقاومة، وكانت على بعد 200 متر فقط من الحدود مع فلسطين، حيث تنشط بشكل غير مسبوق استخبارات الجيش الصهيوني والتي تستخدم أكثر أجهزة التجسس تطور في العالم. وعلى الناس فقط أن تقرأ عن أجهزة التجسس التقنية من ناحية رصد الصوت ورصد الصورة في مناطق بعيدة وحتى من خلف الجدران وإلى آخره. وكانت هذه الأنفاق على بعد حتى عدة كيلومترات من مركز قيادة الأمم المتحدة في الناقورة. الشبكة التي تم الكشف عنها كانت بحجم ملعب كرة قدم كما وصفها هو، محصنة جدا، محمية بتقريبا سمك متر من الإسمنت المسلح. ولكن لعلمه بطبيعة المراقبة الكبيرة وأجهزة التنصت والرقابة والاستخبارات المكثفة على بعد 200 متر من حدود فلسطين، قال حرفيا: يبدو أن حزب الله حتى استطاع النجاح في بناء هذا النفق قام بنقل الأسمنت بالملعقة إلى هذه الدرجة. منذ البداية وتجلى ذلك بوضوح في الحقيقة بعد في حرب تموز وما بعد حرب تموز، وهذا كل ما أتحدث وفق تقديرات الخبراء العسكريين التي أحاول أن أضعها في الصورة الكبيرة. نعم. حزب الله، لا، الأنفاق هي جزء من نظام أو منظومة عبقرية طورتها المقاومة، وهي في الحقيقة نتاج لفكرة عبقرية، فكرة توطين المقاومة. يعني لهذا بالضبط أنا ذكرت فيتنام. كان هناك مفهوم مختلف للأنفاق في فيتنام، يراعي طبيعة التسليح، طبيعة الطبوغرافيا، طبيعة السكان، طبيعة المنطقة، طبيعة العدو أيضا، البعد التاريخي الثقافي العقائدي إلى آخره.
في الحاله العربيه وفي حاله لبنان تحديدا ولاحقا في حاله فلسطين وغزه، بدانا نرى نظاما عبقريا للمقاومه، ولكن هذا النظام العبقري تمت صياغته وتركيبته بطريقه وصفها بعض الخبراء العسكريين حرفيا بالمعجزه الهندسيه. يعني ما حصل في حرب تموز وهو لا يقارن الآن بما لدى حزب الله من قدرات. وصفت طريقة عمل المنظومة وتكاملها، نعم، الأنفاق مع الصواريخ مع غيرها، بأنها كانت تشكل معا معجزة هندسية. ولكن من صمم هذه المنظومة، العقل الذي هو خلف هذه المنظومة، دائما يسدد وباستمرار مع كل كشف لما تمتلكه المقاومة وما تقوم به ضربة، وأحيانا تقارب الشلل للعقيدة، ضربة قاتلة أحيانا للعقيدة العسكرية الصهيونية التي تم إعادة النظر فيها بعد حرب تموز. في الحقيقة بعد حرب تموز، وخصوصا بسبب الأنفاق من النوع الجديد الذي رأيناه ولم يكن في تاريخ كل حركات التحرر بهذا المفهوم، تم تغيير الاستراتيجية العسكرية الأمريكية حرفيا في عام 2003. الولايات المتحدة صاغت، وذلك ترافق مع الغزو الأمريكي للعراق في 2003، صياغة ما سموه العقيدة العسكرية الجديدة. في عام 2006 بعد حرب تموز تمت تسميتها العقيدة العسكرية الجديدة القديمة. يعني أداء حزب الله قاد فرض على الولايات المتحدة إعادة النظر في العقيدة العسكرية الأمريكية، وهي ونحن نتحدث عن عقيدة القوة العظمى في العالم واستراتيجية على مستوى عالمي ومستوى كوني.